أكبر جزيرة في العالم توصف بأنها قنبلة موقوتة، وقد تكون سبباً في تشريد أكثر من 650 مليون شخصاً. تضم ثروات هائلة ومستقبلها غير واضحاً، لكن أكثر من رئيس أمريكي أراد شراءها. جزيرة غرينلاند أي الأرض الخضراء، لكن اسمها لا يعكس واقع حالها، بحيث تغطي الثلوج معظم مساحتها التي تبلغ مليوني كيلومتر مربع. اكتشاف الجزيرة جاء على يد النرويجي إيريك الأحمر، الذي كان يعد من الفايكينغز نظراً إلى انتمائه إلى المناطق الإسكندنافية. بعد أعوام من اكتشافها، جلب إيريك الأحمر مستوطنين معه إلى الجزيرة، حيث سيلقون حتفهم بحلول القرن الخامس عشر نتيجة سبب غامض. البعض يقول أن موتهم كان نتيجة هجوم شنه الإنويت الأسكيمو، أي السكان الأصليون للجزيرة، بينما يرجع آخرون السبب إلى المناخ شديد البرودة. في أعقاب تلك الحقبة، ضم ملك الدنمارك غرينلاند إلى عرشه، واستمر وضعها كذلك إلى حين إعلانها جزءاً من أراضي المملكة الدنماركية عام 1953. أما اليوم فتتمتع الجزيرة بحكم ذاتي، ولها حكومة وبرلمان في ظل سيادة الدنمارك. الجزيرة تنتمي سياسياً إلى الدنمارك، لكنها جغرافياً أقرب إلى شمالي القارة الأمريكية، إذ لا تبعد عن كندا أكثر من 26 كيلومتراً. وبينما الجزيرة هي الأكبر في العالم، فإن كثافتها السكانية هي الأقل عالمياً. عدد السكان فيها لا يتجاوز 56 ألف نسمة تقريباً، يتحدثون اللغتين الدنماركية والغرينلندية بالإضافة إلى الإنجليزية. كما يشكل الأسكيمو النسبة الأكبر من سكانها، في حين أن الأقلية هي دنماركيون وأوروبيون. يعاني شعب غرينلاند العزلة والبطالة ومشاكل أخرى تترجمها نسبة الانتحار المرتفعة جداً والإدمان على الكحول. فالعيش في غرينلاند ليس سهلاً أبداً، حتى بالنسبة إلى عشاق فصل الشتاء. الشمس تسطع في الجزيرة 24 ساعة يومياً خلال فصل الصيف، لكنها تنحجب عنها تماماً خلال أشهر الشتاء الطويلة، بحيث تصل درجات الحرارة فيها إلى 47 درجة مئوية تحت الصفر. ومن غرائب هذا المكان أن السكان في فصل الصيف يقومون بحفر قبور إضافية تحسباً لدفن من يموت في الشتاء عندما تكون الأرض متجمدة. لكن لا تقتصر المشاكل على صعوبة التنقل والبرودة الشديدة التي ترافقها كآبة طويلة، المشكلة أكبر وأعمق من ذلك كثيراً. تؤكد دراسات أنه بسبب الاحتباس الحراري، فإن جليد غرينلاند يذوب بمعدلات أسرع، الأمر الذي يرفع مستوى البحار والمحيطات. ماذا يعني ذلك؟ لأشرح أكثر، يعني أن الطبقة الجليدية في غرينلاند تقلصت بمعدل أسرع 6 مرات من المعتاد منذ الثمانينيات، ويمكن أن تستمر في الذوبان عقوداً لاحقة حتى لو قللنا نحن البشر انبعاثات الكربون. الخطورة هنا بحسب الدراسات أنه في حالة ذوبان جليد غرينلاند بالكامل في المحيط، فإنه يقدر أن ترتفع مستويات سطح البحر العالمية نحو 24 قدماً، أي أن ربع هذه الكمية فقط ستكون كفيلة بإغراق معظم المدن الساحلية في العالم، وتشريد أكثر من 650 مليون شخصاً. بعيداً عن مخاوف المناخ والاحتباس الحراري لهذه الجزيرة، أهمية كبيرة حتى أراد شراءها أكثر من رئيس أمريكي وكان آخرهم دونالد ترامب، لكن طلبه قوبل بالرفض من السلطات المحلية في الجزيرة ومن حكومة الدنمارك، مع التأكيد أن غرينلاند ليست للبيع. تعرض ترامب حينها لانتقادات شديدة بسبب تعاطيه مع الجزيرة كصفقة عقارية. رغبته في شرائها لم تكن إلا استكمالاً للوجود العسكري الأمريكي هناك. فلدى أمريكا قاعدة تولي الجوية، والتي أنشئت عام 1943 لتكون على مقربة من الاتحاد السوفيتي في ظل الحرب الباردة. وفي هذه القاعدة أقيمت أكبر محطة رادار في العالم. موقع غرينلاند المهم خلال الحرب الباردة تحول إلى لعنة حلت بالسكان الأصليين، الذين هجر العشرات منهم من أجل توسيع قاعدة تولي. ومن أجل الغاية الأمريكية أضحى أهل الأرض هم الأغراب، ولم يتم منحهم حق العودة. السكان الأصليون المبعدون قرروا في مواجهة تهجيرهم قسراً الذهاب إلى القضاء الدنماركي من أجل استرجاع أرضهم وأغلاق القاعدة العسكرية.
وبعد أعوام من الانتظار تم التوصل إلى اتفاق مع السكان الأصليين يقضي باستعادتهم جزءاً من الأرض التي طردوا منها. أما أمريكا فقامت من أجل التعويض من أضرار الماضي بتغيير اسم القاعدة العسكرية من تولي إلى بيتوفيك، وبيتوفيك هو الاسم الأصلي للمنطقة التي بنيت فيها القاعدة الأمريكية. الأطماع في غرينلاند تستمر إلى يومنا هذا وبعد عقود من انتهاء الحرب الباردة. لكن لماذا كل هذا الاهتمام بها؟ بكل بساطة لأن الجزيرة تركض على كنز من المعادن النادرة والغاز والنفط، ولها أهمية جيوسياسية، ولاسيما أن منطقة القطب الشمالي تشهد تنافساً دولياً من أجل الهيمنة عليها. غرينلاند من أكثر الأماكن انعزالاً في العالم، وعلى الرغم ذلك فإنها لم تسلم من الأطماع فيها في ظل اشتداد السباق على معادن الجزيرة وثرواتها التي يسهل استخراجها مع ذوبان الجليد، ليصبح الاهتمام بكيفية استخراج هذه الثروات طاغياً على أي عواقب ستصيب ملايين البشر أو حتى على مستقبل الجزيرة وسكانها.